و 15 دقيقة على يفي محل راديو انتم تسمعوا في الماتينال لويكاند كما قلنا لكم الرحلة ما زالت متواصلة حتى للعشرة امتاع صباح تفرجوا فينا على الباج يوتيوب متاعنا راديو يفي 24 ساعة على 24 ساعة على يفي تي في بعد شوية مستمعينا كما قلنا لكم كما تعودتوا علينا بعد شوية انتهناوا على وضعية جريدتنا التونسية خارج حدود الوطن يكون معنا انيس ونايس مواطن تونسي يعيش في فرنسا دونك اليوم رحلتنا في التيغو بشتزنا لفرنسا كيف كيف نعمل لكم بعد شوية اخر الساعة ذي ريكاب على اهم مسار على الساحة السياسية والرياضية في تونس نحكيه على عبير موسي واعتسامة اللي مازال متواصل ومشكلتها مع رجل غنوشي كيف كيف نحكيه على رأي ائتلاف الكرامة في علاقة بالموضوع ذي وكيف كيف يكون موعدكم مع وضعية البحورات نهنيكم وين تنجموا تمشي وين ما تنجموش تمشي ومقبل فصل صغير وراجعين ما تبدلوش وانتي في الكياس ماشي للخدمة ولا شدد ثنية المرواح وريت حاجة سافا با مع عطلة سيركولاسيون كهرباء اون بان ولا لا قدر الله صار قدامك اكسيدون اطلب اي اف ام انفو ترافيك من 6 متاع الصباح لنص الليل من اي ثنية في الجمهورية على 58 550 711 ولا على جروب فيسبوك اي اف ام انفو ترافيك وقلنا على حالة الكياس اللي انتي فيه اي اف ام احلى راديو ماتينا الويكاند كل سبت واحد من 7 للعشرة متاع الصباح مع رامي الفراتي على اي اف ام احلى راديو السبعة و 16 دقيقة على يفهم أحلى راديو نسلموا عليكم برشا نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم ليفهم أحلى راديو مستمعينا توا موعدكم مع مواطنينا في الخارج وين رحلتنا اليوم تهزنا لفرنسا معنا في التليفون سيانيس لونايس مواطن تونسي عايش غديكا مرحبا بك سيانيس بخير اهلا مرحبا بك شنحوالك والله الحمد لله شنحوالك انت جميع المستمعين لاباس عليكم والله الحمد لله شنحوالك شنو الامور سخونه شويه تونس باهيه دافيه في القايله جورتو حاجه لطف انا بيدي انا نحكي لك على القويل خاطر نخدم في القويل انا نحكي لك عليهم شنحوالكم غاديك شنو الطقس لاباس الحمد لله سخونه شويه بارده شويه وتر هيز بعض واما سخنتنا احنا وجونا وشمسنا احنا ما فهمناش وي بيان سور تقعدين تيبيك شنو جو في فرنسا ما بعد الكورونا شنو الامور تاعو ما بعد الكورونا بدات تتحرك شويه اي ثم حوايج بدات تتحرك الناس بدات تخرج بدات ترجع لخدمتها بدات تسلم معناها الحياه العاديه ترجع اما ما نتصورش نجم نتكلموا ما بعد الكورونا على خاطر الكورونا رجعت ثم برشا حالات معناها رجعت في فرنسا لنا وثم برشا معناها عباد رجعت للسبيطار اما ما نتصورش مش يكون ثم الزخمه اللي تعمل من اول مره اما العباد هني رجعت بشويه للخدمه رجعت الدور رجعت تتحرك بطبيعه التباعد الاجتماعي موجود بطبيعه اللي ماسك موجودين معناها ما التونسي رجع التونسي رجع الحياه في الشارع دونك التونسي نقولها اي التونسي راه مش غير التونسي رجع يخدم ما فهمتش بالضبط معناها شنو الفرنسيس مازالوا في ديارهم والتوانسه خرجوا ولا شنو؟ لا نحكيو على الجاليه البرانيه الجاليه اللي تسكن في فرنسا الجاليه التونسيه رجعت تخدم على روحها ثم برشا ناس اللي ما حبوش يرجعوا قعدوا في ديارهم فهمت خايفين واضح وهي الحكايه ما اللي كان نزيد تفسر لنا اكثر الحكايه اختياريه بالنسبه للفرنسيس غاديكا والتوانسه اللي لازم يرجعوا. هو علاش؟ الحقيقه باش نبدا واضحين رامي هيك واش؟ اي لا ما تحشمنيش هذا رامي. هاي واحد قلت في الكورونا التونسي هذه حاجه نقولها بفخر كبير برشا. التونسي ما مدش ايده. التونسي عنده تريف كما نقولوا احنا فلوس تحت الزليزه في الكورونا استحقها في الوقت هذاك باش نجم عاش باش نجم نخلص كراه باش نجم معناها كلاه وشرب وعاون سيرتو معناها طبيعي باش الفلوس نتاع تحت الزليزه كتوفى ما عادش فما دونك لازم هو يخرج باش يخدم باش يدخل الفلوس اكثر باش يعاود معناها يلم الفلوس هذيك فما عباد يتكلم معناها بون بيتتر ماشي مخبية فلوس ولا حاجة تلزت باش معناها تقرب أكثر للإعانات الاجتماعية هذيك الحاجة معناها التونسي عنده خشم كما نقولوا احنا فهمتك واضح دونك اختار ثنية انه يخدم وما يستنى شيء قل لي اختار
واضح واضح بيه. احكينا شوية على البريود كيفاش تعديت، هي بريود الكورونا بيدا بريود الكريز غاديكا، كيفاش كنتوا عايشين توينزا، كيفاش تهني ولا بعضكم؟ ما نكذبش عليك صعيبة برشا. بريود ماهي سهلة بكل دونك تفجعنا برشا وفجعنا نشي كيما كل فجعات 50% فجعة على الفاميليا في تونس و 50% فجعة على روحه هو يخدم وأولاده مع بعضهم. اللي الشيء اللي قاعد يصير في واللي صار في بين التوانسة في الكورونا شيء كيف كيف زاد نفتخر به برشا برشا، على خاطر معناها كان اللي معناها اللي ظهر باش كنت من الناس اللي حاولت معناها أو اللي عملت مبادرة باش نعاون الطلبة في تونس. الطلبة في فرنسا. معناها هذاك الكور الوحيد معناها التونسي الوحيد اللي صعيب عليه شوية، ما عندوش مدخول معناها رسمي، كان يخدم في معناها كي بتي جوب هذيك في القهاوي في الريستورانات، ما عادش يخدم، دونك هذيك اللي صعبت عليه شوية. وقتها تحركت وتحركنا مجموعة موجودين في بلاد هذيا في سنتين أن نحاولوا نعاونوا الطلبة. والحمد لله معناها كانت العينه بالحق معناها مد ايدك وما تشوفش، معناها كيما نقولوا احنا على خاطر يحشم برشا ما يحبش ما يتقلق والطالب التونسي معناها كل معناها بخشمه كيما كل تونسي ما يقبلش، فهمت؟ حسيت له بون حاولنا وقينا هكا فورمولا اللي باش ينجم هو ياخو من غير ما يحس ما فماش لا بوبليكاسيون ولا فما تصاور لا فما يعني عطيت لا ما عطيتش. التونسي زاد لنا في فرنسا خدم برشا 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 مع التونسي بيدو، معناها فما جمعيات برشا في فرنسا لنا، كيما مثلا بسبيل المثال نعطي واحده من الجمعيات اللي تو في مخي، جمعيات نتاع الجنوب، اتحاد الجنوب حاجه كيما هكا في باريس. دار التونسي زاد كيف في باريس زاد خدمت برشا ولمت برشا فلوس وعاونت العباد، معناها بالحق الجاليه التونسيه لنا في فرنسا خدمت مع بعضها. كيف نفس الشيء اللي صار في تونس بار اكزومبل، ما نعرفش في كوجين تزاوالي زاد كيف اللي صار، كيف نفس الشيء كيما نابل زاد الحركه اللي صار في نابل هذيك باهي برشا، معناها هذاك التونسي هذا هو التونسي قلبه كبير اما التونسي عنده حاجه اخرى زاد تونس عبدالله ما بعد شويه به. احنا كيما سينيس باش نحكي لك شويه، معناها كلي كل جمعه معناها نحكيو مع التوانسه جاليه تونسيه خارج حدود الوطن، دونك نطرحوا موضوع من المواضيع المهمه انه اللي باش نحكيو عليها الجمعه ذي علاقه التونسي بالديوان، التونسي اللي خارج حدود الوطن، تعامل الديوان التونسيه معاكم، نحكيو تحديدا على عمال البواخر مع التونسيين بالخارج، كان تعطينا تفاصيل على المعاملات بيناتكم شنو اللي يصير بالضبط. يعطيك الصحة وتري امبورتون سوجي باهي برشا وثاقب كما نقولوا. على كل التونسي عندنا ميزة ما نعرفش يعني ندرا بون فيه الباهي وفيه الخايب متفاهمين، اما ديما العلاقة التونسي مع الإدارة، التونسي مع الديوان، التونسي مع القنصلية، التونسي مع بلاده ولاد بلاده في تونس، التونسي مع التونسي هو بيدو لنا ديما مكهربه الحكايه. مثلا مش نعطيك مثال بسيط وندخل نقول لك على حكايه الديوان. التونسي مثلا وقت اللي ياخذ كرهبته يعبي كرهبته مش شخص ربي ياخذ الباتو مش يروح لتونس. المعامله صدقني مختلفه لدرجه 180 درجه كيف ياخذ باتو تونسي ولا كيف ياخذ باتو فرنساوي. كيف بالضبط؟ التونسي في الخارج وقت اللي ياخذ باتو فرنساوي يتبع القواعد. يقول له قدم كرهبتك في الجراج حتى توصل، يقدمها، يقول له ما تمشيش منا امشي منا، يمشي من يقول له الفوق معناها كيف معناها المعامله، يحس روحه كانه مازال في فرنسا، دونك الفو ريسبكتي لي لوا اللي موجوده غاد. الطرفه وين؟ وقت اللي التونسي هو بيدو ياخذ باتو فرنسا ياخذ باتو تونسي ولا كارتاج ولا اللي هو العامل اللي في الجراج اللوطه يقول له بار اكزومبل مش تمشي من هنا على خاطر الكهرباء لازم تتحط من هنا، لا يقول له نحب نقعد وراء خويا ولا وراء ولد عمي ولا كذا، اللي هو عنده استفاد معناها طولها 10 متر الفوق، معناها المعاملات ما نعرفش علاش التونسي يتبدل ما نكذبش عليك فما فئه معينه مش الناس الكل بيان سور انا موجوده ولاحظتها، يعني عندي توا من 2004
موجود في في سانت تيان وديما نروح لتونس وديما ناخو الباتو كيما ناخو باتو فرنساوي كيما ناخو باتو تونسي. عاد المعاناه هذه غريبه برشا بالحق معناها علاش التونسي يتعامل في ملكه بطريقه وفي ملك الناس بطريقه اخرى. وذا يتلاحظوا حتى في الكياسات بين فرنسا وبين تونس غادي يمكن فيه ما يخممش اصلا انه يحرقها ويجي لتونس يولي الفو اخر حاجه نجم يغزر لها موجود زاد. هذيك هي بالضبط اللي مش نقول لك عليه انه علاش التونسي وقت اللي يروح من فرنسا ولا من المانيا ولا من بلجيكا ولا من روسيا في عالمنا ما يخليش الطبيعه اللي كانت عنده غادي ويشتغل كما يحترم القوانين غادي يشتغل القوانين في تونس. علاش تحط الجمله اول ما تطلع في الكندا علاش غادي ما تحطش سينيس بالله لحظة بركة أرجعنا للبلاصة اللي كنت فيها خاطر لهنا الريزو كان اللي طاح شوية الكاليتي نتاع الصوت خيبت راه توا لا شيء لا كيف كيف تراه عاود لي نزلت خاطر مانيش توا فوالا توا باهي توا باهي هذه هي توا باهي أيوا كمل خلينا نشدوا مع بعضنا الريزو أوكي دونك هذيك الحاجة الغريبة اللي موجودة عندنا التونسيين بالخارج الحالات الوافده معناها هكا نسميونا في تونس. معناها تعامل التونسي مع بلاده. كلك سوا في الاداره تو مثلا زاد كيف مش نعطيك قصه صغيره برشا مانيش باش نطول فيها. بيان سور. لما في صارت لي حادثه اللي خلاتني ننتقل معناها نهز واحد حبايب للسبيطار ونستناه. في السبيطار لازمك تدخل معناها تستنى تدخلوا للسبيطار وتستنى ما عندك حتى معلومه لا تخل جهه طبيب لا ما جاش طبيب لا صوروه لا ما صوروش تقعد لبرا حتى لين تخرج لك معناها فرميه تقول لك راهو الباسيون الفلاني راهو صاير راهو عمل كذا وكذا وكذا وكذا. دونك تقابلت مع واحد تونسي زاد غادي كيف وقعدنا نحكيو قال لي هو معناها متقلق شويه عنده ساعة ونص ولا ساعتين يستنى في المريض نتاعو مازال ما جاتوش معناها دي زانفورماسيون عليه اللي نترا صوروه ولا لا. التونسي هذاك هو بيدو معناها تقابلت معاه في تونس اما تقابلت معاه في طريقة أخرى في سبيتار فتح حشد نتفكر في سوسة السيد معناها متقلق برشا برشا على خاطر عنده ربع ساعة هو في الإرجونس وما فما حتى حد جاء معناها شاف فوالا شاف المريض قعدت معناها نغزر له نتفكر الوجه موش غريب عليه مي بون بعد الحاله اللي عندي ما خلتنيش نركز معاه منيح اما السيد هو بيدو اللي عنده ساعتين يستنى في سبيطار في فرنسا معناها فمه ساكت استنى في الفرمليه هو بيدو اللي تقلق وقت اللي ربع ساعه ولا اربع دراج في تونس الفرمليه ما جاتوش في تونس هذا بالحق سؤال بالحق نحب نفهم علاش التوانسه احنا نتصرفوا بطريقه هذه ما هذه حاله من الحالات يمكن زاد فيه شويه من الطرق بلوز او موان نجم نقولوا الردعيه القوانين الردعيه اللي موجوده غاديكا ماهيش موجوده لهنا معناها احنا بلوز او موان كلي مسايبين اكثر في علاقه بالموضوع هذا نزيدوا نحكيوا في نفس الاطار في علاقه بالحجر الصحي كان التوانسه باش يجيوا لتونس من العباد اللي دايرين بيك من التوانسه اللي غاديكا تتصور انهم يلتزموا الحجر الصحي في تونس ولا ماهمش يخرجوا؟ ولا باش يخرجوا بلوتو من اول الكورونا من اول ما بدات الكورونا الحمد لله معناها كنت من ضمن الناس اللي عملت العيطه الاولانيه بجاه ربي شدوا دياركم في فرنسا لانه ما تروحوش وخطانا من اخويا اختانا خلي بوك وامك لاباس عليهم واخوك لاباس عليه اقعد سد دارك لنا ولو حليك ما تروحش لتونس. توا في فرنسا اللي مروحين الكل معناها زاد كيف تو مش تروح اوكي مش تروح انت تونس ما تساهمين. اما يا صاحبي على الاقل شد الدار جماعه من زمان بحذ الوالده واختك من القهاوي واختك من الدوران واشبع بالوالده والوالد وهانو منه معناها حجر صحي غادي تقعد بعيد على جماعه خير من اللي تعمل مشاكل وتعمل برشا حوايج اللي تخليك من بعد تندم علاش عملت الحكايه هذه. الحجر الصحي لازم ما نكذبش عليك. اخويا عندك ولا ما عندكش مريض ولا ماكش مريض تو احنا اي هو اللي يروحوا في وقت الكورونا يقول لك اخويا انا مانيش مريض. اي هو اللي هو سؤالي اسكو هما باش يلتزموا ولا لا في تونس حسب ما نعرفش حسب ما سمعت انت من الاول في 20 ثانيه. لا ماهوش يلتزموا اخويا ماهوش يلتزموا ماهوش يلتزم يقول لك جاي من بلاد خضراء كما نقولوا تونس ما طلبش علينا معناها
لابليكاسيون هذيك نتاع الاناليز دونك كان اموري واضحه لاباس ما نلتزمش مش نمشي نبحر مش نمشي نشيخ مش نمشي نعمل كذا بالليس يعني في 20 ثانيه في اخر 20 ثانيه فما صحيحه حكايه شارين اللي تيست بالفلوس في فرنسا ولا اشاعه؟ موجود من ولا؟ فما عباد يشريوا دي تيست اللي هما لاباس وكل شيء ويجيوا لتونس يقول لك فوالا هذاك عليه مش حجر صحي هما ريمريك لان موجود ما انا سمعت بها ولا؟ الحقيقه سي تان بريد كولوار ما نكذبش موجوده نسمعوا فيها الحكايه مي وقت اللي يقول لك واحد عندي في ثقه اللي قال معناها نشري التيست ما سمعتوش ما سمعتوش واضح اما هيك رومور هيك قاعد يدور في واضح هاي فوالا هذاك علاش احنا حابين نثبتوا اي نثبتوا من عبيد غاديك قل بالضبط هو بريد كولوار موجود نسمع فيه يدور الكلام اما كيف كل اشاعه دونك ممكن تكون صحيحه ممكن كيما تنجم تكون غلط واضح وهذا يا خويا هذا المشكله نتاع تونس هذا اني علاش نوصل نشري تيست باخي ما نخاف على حد لا نخاف على امي لا على بابا لا على اخواتي علاه معناها نعمل في الدرجه بالضبط معناها الله غالب حرام ميرسي بوكو سي انيس نشكرك برشا ميرسي بوكو اي قول لك كلمه واحده صغيره في صحيفه ونكمل معك بالله مش نجبد حكايه الباسبور التونسي في صحيفه في 20 ثانيه في 20 ثانيه معك بالله بلاغ للسلطات التونسيه كان سوا البرا ولا الداخل والله ما فماش مشكل تزيدوا في الباسبورات ما يقلقناش اما بالله خليه 10 سنين علاش 5 سنين مواضح بالله نحب بهم سؤال علاش الكارت كونسيلار الواه وشنو لازم هو علاش مواضح لازم الواه الكارت كونسيلار هذه الحاجه بالحق اللي توجع على تونسي الخارج مواضح واضح سي انيس كيف فما شكون يسمع فينا ينجم يجاوبنا من السلطات المعنيه ميرسي بوكو سي انيس الوقت تعدى معك في ساعه توا معود الاخبار نشكرك برشا كان معنا انيس لونيس تونسي في فرنسا توا تلتحق بنا